هل يحق للشرطة أن تحقق مع أصلا من غير وجود مترجم؟ نظاما لا، نظاما لا، لأن أول شيء التحقيق لابد أن يكون استجواب، الاستجواب لابد أن يكون سؤال وجواب. أنا ممكن أحقق معه في جريمة هو ما أصلا الواقع اللي كانت موجودة غير صحيحة، يمكن كان هو في الواقع في الرياض والقضية في الرياض والجريمة في الرياض، هو كان في منطقة حائل أو في منطقة جدة أو في محافظة حتى جدة. حتى لو كان يكتب؟ لو كان يكتب لا، المادة 177 الفقرة الأولى قالوا أن يكون التحقيق كتابة، لكن الكتابة لا تصل، الكتابة لا تصل ولا هي بلغتهم الثانية اللغة العربية. بإمكاننا نتكلم باللغة الإنجليزية كلغة ثانية لنا، لا نتكلم بلغتنا الأساسية الآن، صحيح؟ يعني أنت ترى حتى لو كان يكتب المفروض يكون في مترجم، مو مجبر، يجبر باللغة الأولى اللي هي لغة الإشارة، لأن كلامهم مو مرتب مثل أي أجنبي عنده لغة ثانية. طيب أنا قبل يومين، بس عشان الكتابة، قبل يومين تواصل معي أصام عنده استشارة في قضية ما، فأنا ما يعني كلامه غير مفهوم أبدا، لا يمكن أن يترجم بأي لغة كانت، كان يتكلم في جهة وبعدين يتكلم في جهة، أنا أرسل له مو فاهم وش طلبي، أنا قاعد أقول له كلم لي أحد المترجمين، تواصلت مع الأستاذ علي، تواصلت مع كذا مترجم أن هذا هو ما صار يرد عليهم وكذا، فهذه معاناة. لكن من ناحية أمنية، هذه مرحلة التحقيق هي من أخطر مراحل تحقيق الدعوة الجزائية، لابد أن تكون تحت ضوابط ونصوص قانونية مهمة، ولا بد من وجود مترجمين في مراكز الشرطة وأيضا في النيابة، لأن هؤلاء عددهم مش سهل، 740 أو 720 ألف.